شيوخ في هذه الأمسية التراثية الجميلة وانطلاقة شوطنا الثامن الخاص باللقاية القعدان المهجنات الأصايل. ونذكركم متابعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل بمزاد أمسية هذه الليلة على أرضية ميدان المرموم بالميدان الكبير إن شاء الله. الإنتاج الشخصي سوف يكون في تمام الساعة السادسة إن شاء الله مساء انطلاقة أول المزاد إن شاء الله هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة نسير في الصدارة وفي المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا الانطلاق ويأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول بقيادة سعيد بن عبيد الحميري المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول صغان. بينما المركز الثاني يأتينا المارد لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي في انطلاقته وتحدياته ما يهاب على المركز الثالث ويتسلل بدوره في هذه اللحظات. عينا على المقدمة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي ويأتينا المجد هنا على المركز الرابع أيضا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهنا وصول من شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة من ينطلق بهذا الأداء خامسا. وفي المركز السادس يأتينا هنا النمر في هذا الانطلاق لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة راشد بن خميس لغويص السويدي. شاهين يأتينا هنا على المركز السابع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير. والمركز الثامن مشكور من هجن الرئاسة هنا بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي المنطلق ثامنا وتاسع. المراكز هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والبارع من يصل البارع هنا المنطلق في هذه اللحظات سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرض الحميري. هذه هي العشرة المراكز الأولى المنطلقة المتحدية الباحثة عن الفوز وعن الناموس. ولكن ما يهاب على الصدارة، ما يهاب على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا من هجن العاصفة المتسلل على الصدارة وعلى المركز الأول بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق بهذا الأداء الجميل معه. هنا الصدارة والمقدمة وصدارة هذا الشوط. مجد من يأتي على المركز الثاني، مجد على المركز الثاني من هجن العاصفة أيضا مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ومن هنا الوصول من المارد، المارد القادم سمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي مضمر خمسة نجوم من يصل بهذه الانطلاقة. والوصول من صغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري أحد شباب الخوانيق ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصل شاهين من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومشكور من هجن الرئاسة مع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في هذا الانطلاق الجميل. يا سلام بدأت التحديات الجميلة. وشاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب سادسا بقيادة هنا أو سابعا بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة. ونعود هنا نبقى مع زاوية الاتجاه والمنعطف الأخير في هذا المضمار وقيادة ما يهاب المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطر على زمام الأمور من البداية وهو شق طريقة إلى الفوز وإلى الناموس. يلحق هناك أيضا بخواته، يلحق بخواته في هذا المساء الجميل في هذه الأمسية الجميلة أمسية هجن العاصفة المنطلقة. تفتتح الكيلو متر الأخير. يا سلام المركز الثاني، هنا مجد على المركز الثاني والمركز الثالث شهيد ثلاثية هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ابشروا يا جماهير العاصفة، ها هي العاصفة قادمة بهجنها المتميزة بأدائها المتميز وعاصفة
أرضهن الجميل. هو هنا ما يهاب المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. يا سلام، بدأ ينهرد بأداء جميل وعرض تلقائي بدون أي أوامر تذكر على الصدارة وعلى المقدمة. أداءه تلقائي وعرضه جميل لجماهير العاصفة أيضا ومحبينها ومتابعينها. هو تشاهدون على الصدارة وعلى المركز الأول، انطلق بالفوز، انطلق بالناموس. بعد المسافة بين وبين البقية 200 متر الأخيرة هو معلن الفوز والناموس. تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الأداء المميز هنا لما يهاب ولحظة وصوله إلى خط النهاية. شكرا يا الواثق على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني أتانا شاهين أيضا من هجن العاصفة. المركز الثالث مشكور من هجن الرئاسة. المركز الرابع روز من هجن العاصفة. وفي المركز الخامس هملول لمعالي الشيخ محمد بن مطيء الحامد من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم ولنا عودة إلى التوقيت الزمني مع أبو عدنان مخرج هذا النقل المميز عبر قناة دبي ريسينج. 7:38 6 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني مع ما يهاب. تهانينا لهجن العاصفة وللواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني كان من نصيب شاهين من أتى على المركز الثاني أيضا من هجن العاصفة بمتابعة ورفقة الواثق في التضمير حمد بن راشد بن حمد بن غدير. 7:42 وفاء وتماما وكمالا. أما المركز الثالث فكان من نصيب مشكور من هجن الرئاسة، هنا من أتانا على ثالث المراكز بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي قاطع مسافة 5 كيلومترات في 7:44 خمسا من الأجزاء من الثانية. هو توقيت زمني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.